وللمزيد من المتابعة حول انعقاد جلسات الحوار الوطني، ينضم إلينا هاتفيا المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. سيادة المستشار جمال، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك، أهلا وسهلا. يعني متابعة منا لجلسات الحوار الوطني سيادة المستشار، في البداية أود أن يعني أعرف سبب يعني موافقة وحضور والاستقبال الحافل من كل القوى السياسية والأحزاب للمشاركة في الحوار الوطني. هو طبعا الحوار الوطني يعني حرك المياه الراكدة، وإحنا كأحزاب سياسية نعتبر البوتقة التي ينصهر فيها مطالب الجماهير، ومطالب الجماهير إنها معلقة على الحوار الوطني طموحات وأمال كثيرة، فلازم نقبل عليه إقبال يعني كبير نتيجة طلب الجماهير، لأن إحنا عملنا حوار وطني يعتبر من القاعدة إلى القمة، من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات حتى الأمانة العامة والأمانات المتخصصة، وعقدنا اجتماعات بين الأحزاب السياسية وبعضها للتشاور برضه حول هذا الأمر. يعني هذا الأمر هو أمر يهم الشعب المصري كله، وعقدنا برضه في بعض تحالف الأحزاب المصرية، أرسلنا كل هذه الأوراق إلى لجنة الأمانة الفنية للحوار الوطني. الشعب بحقيقة بيعلق طموحات كبيرة، فإحنا لازم يعني ندرس كافة هذه القضايا ونضع لها حلول، مش أديش قضايا وفقط، ولازم يكون لها حلول قبل للتطبيق، عشان نبقى الأمر هنا إيجابي مش أمر من جانب أمانة الحوار الوطني فقط. فحقيقة الأمر هي الجلسة الافتتاحية كانت جلسة مبشرة بالآمال، وجلسة ما فيهاش أي خطوط حمراء ولا فيها أي سقف لمناقشة أي قضية من القضايا، حضرها كافة القوى الوطنية، وفي انتظار اللجان إن شاء الله المزمع عقدها يوم الأحد 14 الجاري، وإن شاء الله سوف يتم مناقشة جميع الأوراق التي تقدمنا بها في الثلاث محاور: المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وهناك لدينا حلول لبعض هذه القضايا مقترحة، وسوف يتم عرضها ويتم التوافق عليها من جميع القوى السياسية الحاضرة. يعني هل هناك بعض القضايا التي تم التوافق عليها من قبل حزبكم سيادة المستشار مثلا، أو بعض الأحزاب الأخرى، وأهمها يعني أهم هذه القضايا؟ مثلا لو قلنا في المحور السياسي أن عندنا قضية نظام الانتخابي، نظام الانتخابي يجب أن يكون بالقيمة النسبية الغير مشروطة حتى تتوفر العدالة الاجتماعية والديمقراطية بين كافة الأحزاب، ويكون هناك تمثيل عادل للأحزاب السياسية كلها، إنما القائمة المغلقة المطلقة بتهدر 49%. طيب سيادة المستشار، يمكن العديد من متابعينا الآن يعني هذه الكلمات تعتبر كلمات مركبة، يعني القائمة المطلقة، يعني ممكن حضرتك في عجالة نفسر بشكل مبسط معنى القائمة المغلقة أو القائمة الأخرى؟ لا، هو التفسير بتاع المعاني ديت هتدخل فيه يعني مساحات طويله من الوقت، ليس مجالها الان، دي مجالها يعني يكون في حلقه عندك في ان شاء الله تشرفنا يا فندم. في المداخله ما مش الوقت لا يتحمل، لان عشان نشرحها لازم نشرحها باستفاضه عشان السامعين يعني المستمعين للقناه العظيمه ديت يكونوا على وعي تام بما هي القائمه المغلقة المطلقة وما هي القيم النسبية الغير مشروطة. نعم. خلينا نتكلم في الخطوط العريضة الآن دلوقتي، ده مطلب لحزبنا، وبالنسبة للقانون للنظام الانتخابي اللي شاف القضاء احنا طلبناه، وده طبعا السيد الرئيس مشكورا يعني لبى النداء وأحد الجهات المختصة. لما نيجي مثلا في الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية لازم كلها يعني تنشيط ودعم في المرحلة القادمة، لأن احنا قلنا الأحزاب السياسية هي البوتقة التي ينصهر فيها مطالب الجماهير. برضو عاوزين ندعم العمل الأهلي والنقابي، العمل الأهلي والنقابي على أولويات العمل السياسي. لازم يكون هناك سقف للحبس الاحتياطي، مفيش حاجة اسمها حبس احتياطي مفتوح. الحبس الاحتياطي ده تقييد للحرية، أنا أقيد حرية المتهم لمدة 6 شهور، لحد أقصى 6 شهور،
نعم. يعني الحبس الاحتياطي شرع هنا خشية هروب المتهم أو تأثيره على جهات التحقيق. نعم. يعني 6 شهور وحيله المحكمة، المحكمة هي وشأنها هنا إن أنا ما بقاش مفتوح. برضو يعني اتخذ تدابير تجاه التمييز، وده يعني المنوط به المجلس القومي لحقوق الإنسان. المجلس القومي لحقوق الإنسان لازم يدعم أي تدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز، وبرضو يدعم قيم المواطنة، لأن مصر في هذه الأونة بتطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، يعني تفوق عن بعض الدول الأوروبية. في هذه الحالة يعني، وأنا برضو بأذكر وأعيد وأكرر أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي توجد فيها معسكرات اللاجئين، فيجب أن يعلم اللي يعرف العالم كله هذه الأمور، ويجب أن تكون هناك يعني أداة إعلامية خارجية تشرح وضع حقوق الإنسان في مصر، وليست المزاعم التي تدعيها بعض المنظمات الأجنبية أن هناك اختراقات لحقوق الإنسان في مصر، وده غير مطابق لصحيح الواقع. نعم. هناك بعض القضايا الكثيرة التي سوف نطرحها داخل. طب لو كلمنا سيادة المستشار عن المحور الاقتصادي الذي يهم طبعا عامة الشعب والمقترحات والقضايا التي سوف تتناولونها بإذن الله، تفضل يا فندم. أنا يعني أنا كحزب حقوق الإنسان والمواطنة يعني سوف يكون من أولوياتي في هذا المحور يعني أسباب التضخم وارتفاع الأسعار، لأن يعني ارتفاع الأسعار ده بيأكل الأخضر واليابس، والحقيقة يعني المفروض يكون هناك رقابة جيدة من الأجهزة الرقابية على السوق وارتجالية السوق وعشوائية السوق الموجودة الآن، اللي هي بتأكل أي زيادة تيجي من خلال قرارات سيادية أو تشريعات أو قوانين للمواطن البسيط أو للعامل أو للفلاح أو للموظف، ارتفاع الأسعار بيأكلها أكل مباشر نتيجة الارتفاع الغير مبرر، الارتفاع الغير مبرر للأسعار. فلازم يكون هناك إجراءات سريعة وعاجلة لغلاء الأسعار وظاهرة التضخم موجودة، وحلول مستدامة لها، مش حلول وقتية لا لا، وحلول مستدامة لها. دي حقيقة من أولياتنا. برضو الصناعة، يعني يجب أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، ده يبقى الأساس والمعيار بتاعنا. يعني الـ لازم نشوف إيه أسباب تدهور الإنتاج الصناعي، إيه الأسباب بتاعته. نعم. هل هو أسباب ترجع إلى القطاع الخاص أو أسباب ترجع إلى الدولة؟ ولازم تتم حل هذه الأمور كلها بالمشاركة مع الدولة ووضع حلول قابلة للتطبيق. يعني هو المنتظر من والطموحات المعلقة على الحوار الوطني أن نكون هناك حلول قابلة للتطبيق. يكون في هناك حلول، ليس فقط طرح المشكلات. يعني كل مشكلة لازم يكون لها حل قابل للتطبيق وليس حل تعجيزي، لأن الرئيس بينتظر حلول قابلة للتطبيق، لأن الدولة ما فيش فيها عصا سحرية، فلازم يكون حلول قابلة للتطبيق تترجم في صورة تشريعات جديدة، تعديل تشريعي قائم، قرارات تنفيذية، تعديل لوائح، كل ده منتظره المواطن من الحوار الوطني ومعلق طموحات كبيرة عليه. احنا لازم نكون عند يعني طموحات المواطن، عند طموحات رجل الشارع. فان شاء الله من خلال اللجان والمحاور الثلاثة سوف ندري بدلونا كحزب حقوق الإنسان والمواطنة وتحالف الأحزاب المصرية، ويكون له نتائج على أرض الواقع تهم الوطن وتهم المواطن وتحقق طموحات الشعب المصري بأكمله. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة.